سلام حبيباتي، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي هي سهله 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 وغادي تعجبكم كاملين. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا بانني انا حاطه البطاطا هنايا، غادي نعمل لكم بطاطا في الفران بواحد الحشوه اللي هي رائعه. وهاد الحشوه نفس هاد الحشوه يا البنات هي اللي غادي نعمر بها واحد السيجار عندي، يعني غندير بها سيجار بالورقه وغادي نعمل بها حتى هاد البطاطا هادي الحشوه ديالها. فالمهم هانتوما معايا. اولا البنات كيف ما كتشوفوا تاخذوا البطاطا اللي نتو بغيتوا، يعني المقدار اللي نتو بغيتوا. انا كيف ما كتشوفوا عندي خمسة البطيطات هنايا، تاخذهم متوسطين او تاخذهم كبار، يعني على حسب كل واحد شنو باغي. المهم انا هاد البطاطات هذو البنات غادي نعملهم في الماء وغادي ندير عليهم شويه الملحه ونخليهم يتسلقوا نص سلقه، ماشي سلقه كامله، نص سلقه، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. اوكي حبيباتي، بالنسبه للحشوه كيف ما كتعرفوا باننا غادي نحتاجوا هنا واحد ثلاثه خزوات، كل واحد على قد اللي هو مستطاع واللي هو عنده في الدار، يعني ماشي بالضروره. وكنحتاج واحد الفلفله حاره بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحرور بحالي انا كنعشقو، وفلفله خضيره كيف ما كتشوفوا انا ما دايرهاش كامله، دايره تقريبا اكثر من النص كيف ما كتشوفوا. غادي نعمل هنا واحد البصيله كبيره، وبالنسبه هنايا المعدنوس كيف ما كتشوفوا، فهادو هما اللي غادي نحتاجو. وغادي نحتاجو يا البنات حتى انا غادي نعملها بالكفته، يعني غنحتاجو اللحمه المفرومه، وغادي نحتاج عاوتاني الشعريه الصينيه، هادو هما اللي غادي نحتاجو يا البنات. وطبعا ها نتوما معايا باش نقول لكم شنو غندير. دابا غادي نقطع هذا الشيء كلهم قطع صغيره، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. البنات خيزو كيف ما كتشوفوا او الجزر انا عملته قطعته بحال هكا صغيور. دابا غادي نعمل عليه الماء وندير عليه شويه ديال الملحه ونخليه يتسلق نص سلقه، ماشي سلقه كامله، يعني نص سلقه حتى هو. ملي كنكونوا سلقنا البطاطا كيف ما كتشوفوا بحال هكا كنخويوها شويه من الوسط، يعني كنديروش لها سلقه كامله، كنديرو لها نص سلقه كنخويوها من الوسط. وغادي ان شاء الله ندهنها دابا بشويه تاع الزيت وندخلها عاوتاني للفران قبل ما ندير فيها الحشوه اللي غادي ندخلها في الفران، يعني ان شاء الله دابا غندخلها 10 دقائق الفران بعد ما ندهنها بالزيت، ومن بعد عاد باش نكملوا الحشوه. وبالنسبه للبنات كيف ما كتشوفوا انا راه ما ضيعتش البطاطا هذه اللي حيتها من الداخل لانني تنا هي غادي نستعملها. بعد ما دهنت البطاطا كيف ما كتشوفوا دهنتها بالزيت، دابا غادي ندخلها للفران لمده 10 دقائق، ومن بعد ان شاء الله غادي نطلعها باش نكملوا ان شاء الله هاد الاكله ديالنا. ها انتما معايا البنات الحشوه كيف ما كتشوفوا بانني البصله كيف ما شفتوا انا قطعتها هكا، الفليفله الحاره ها هي والفليفله الخضراء ها هي، المعدنوس يا البنات كيف ما كتشوفوا تاهو انا قطعته بحال هكا، وبالنسبه للجزر او خيزو راني قطعته بحال هكايا وسلقته ربع سلقه وطلعته وصفيته كيف ما كتشوفوها هو دابا راه واجد. وبالنسبه للشعريه الثانيه هي هذه كيف ما كتشوفوا يا البنات. اوكي دابا غادي نبداو ان شاء الله، وعاد عندنا اللحمه المفرومه او الكفته اللي غادي نزيدو على هذا الشيء. ها انتما معايا، اول حاجه غادي نشد الطاسه كيف ما كتشوفوا البنات انا كنشد الطاسه. اول حاجه غادي نحطو غادي نعملو البصله وغنحطو على نار مهيله. ها انتما معايا كيف ما كتشوفوا البصله هي فوق النار، كتنقصو عليها وتخليوها على نار مهيله، ومن بعد ان شاء الله غادي نغلق لنا الفار بحال هكا غادي نبداو نزيدو المكونات الثانيه. كيف ما كتشوفوا بان بدات كتصفر، دابا غادي نحط الفلفل اللي هو الحار والفلفل العادي، وعادي نحط عاوتاني الكاروت تاعو يا البنات، وعاد عاوتاني نزود ان شاء الله معدنوس. هانتوما معايا كيف ما كتشوفوا بحال هكا من بعد ما درتنا. دابا غادي نديرو التوابل، غنديرو فياس ديال الزعفران هاكا، شوية ديال الفلفل الأسود، معلقة ديال السنجر، ومعلقه ديال التحميره، وغادي نديرو شويه تاع الملحه ونخليوها على نار مهيله. ضفت يا البنات كيف ما كتشوفوا اللحمه المفرومه اللي هي كفته، وغادي نضيف دابا الكزبر، معدنوس معلش معدنوس، الا كان عندكم كزبر تا هو ضيفو، انا عندي المعدنوس هو اللي عملته. نعطي واحد التحريكه خفيفه ظريفه يا البنات، ممكن انكم الا ما عندوش كفته مثلا في الدار بلا ما يخرج يعني يتعذب يقدر يدير طون، ولا تقدر ديرها بحال هكا كتجيب بنينة ومع شوية فرماج. دابا غنخليها على ما يطيب، وغادي نمشي باش غادي نجد الشعرية الثانية، غادي ندير الماء حتى غادي يطيب، ومن بعد نحط فيه الشعرية الثانية، يعني ميم با يعني واحد خمسة دقايق يا البنات ونحيدها. البنات انا العجينه اللي غنعمل فيها اللي هي الورقه اللي غادي نعمل فيها انا هاد السيكار هذا كيف ما كتشوفوا راه هي هادي، انا راه خديتها من هنايا، خديتها من عند الاتراك كيف ما كتشوفوا، هي هادي راه ساهله ساهله وكتجي زوينه
هما اصلا على شكل هكا تشوفوا مثلث، كتجي رائعه. هي هذه البنات. المهم دابا انا هاد بالنسبه للحشوه البنات غادي نقسمها على جوج، اللي غادي نعملو في البطاطا واللي غادي نعملو في هنايا ان شاء الله في الورقه ديالنا. فهمتوا معايا البنات بان الحشوه ها هي راه طابت، دابا غادي نقسم، غادي ناخذ اللي غادي نعمل فيها في البطاطا واللي غادي نعمل في الورقه ديالنا. نخليها بما هدات شويه لانها باقا سخونه، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو يا البنات في ان شاء الله في التحضير ديال السيجار ديالنا وفي البطاطا ديالنا. دابا كيف ما كتشوفوا البنات الحشوه ديال البطاطا ها هي، زدنا عليها ديك البطاطا نيت اللي كنت حيدتها منها، وغنضيف عليها شويه ديال الموتزاريلا، ومازال هاد الموتزاريلا اللي خليت غنعمل عليها من الفوق، كنخلطوها بحال هكايا. كنكونوا حنا خرجنا البطاطا ديالنا من الفران، كيف ما قلت لكم كنخليوها 10 دقائق بعد ما كنكونوا دهناها من الزيت. دابا غادي نبدا نعمر في البطاطا، انتم معايا من بعد البنات كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نبداو نحطوا عليها الفرماج من الفوق، وعاد باش غادي ندخلوها الفران. انا راه عملت الفرماج معاها، ولكن انا نزود شويه تاع الفرماج من الفوق، عرفتي كتجي بنينه يا البنات بالفرماج موتزاريلا. وعاد دابا ملي ساليت هادي غادي نبداو ان شاء الله نصوف في الورقه ديالتنا. وهاد البطاطا هادي البنات كتجي مصحوبه مع واحد الصوص، انا غادي نصوبو دابا ساهل، ما كياخدش الوقت. ملي غادي نغطسو فيه هاد البطاطا هادي وناكلوها. كيف ما كتشوفوا البنات دابا قرب لكم الكاميرا، كتجي رائعه، تحفه بعدا، تحفه بعدا في في الذوق ديالها وتحفه في المنظر ديالها. المهم دابا البنات غادي نحطها في الفران، ومن بعد دابا غادي نبدا نصوب معكم ان شاء الله الورقه ديالنا. ها انتما معايا البنات كيف ما كتشوفوا بانني عملت دابا شاريه صينيه، درتها شويه بغيت نغير نبني بها وصافي. ودابا غادي نشدو الورقه ديالتنا كيف ما كتشوفوا، وغنحطو هنا الكميه اللي هي غتناسبنا. وغادي نعملو بحال هكا يا البنات، ونبداو بسم الله. غادي ندهنوا هاد البلاصه بالماء بحال هكايا، وغادي نسدوها، كتجي على هاد الشكل هذا البنات. ساهله، غنبقى غادي نكمل الكميه ديالتي، والمهم راه نتوما معايا البنات. راه كتعمل تبارك الله واحد الكميه اللي هي مناسبه عندي، راه حاطاها حتى من تحت. دابا غنخليها ان شاء الله بما نبدا نحمر، ان شاء الله غادي نحمرها ونوريكم الشكل ديالها،
وبالنسبه للبطاطا غنخرجها دابا من الفرن باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش عامله، البنات غادي تعجبكم. المهم هانتم معايا خصوص اللي غادي نرافقوها مع البطاطا اللي هي في الفران، اللي هي البطاطس المحشوه هذه اللي عملناها هي البنات باللحمه المفرومه والفرماج والخضار. لاصوص غادي تكون يا البنات غادي تكون في هاد الدانون هذا، هاد الزبادي هذا يا البنات راه فيه الفرماج بلون. ثانيه نوري لكم فرماج بلون، هاي لو فرماج بلون هذا غادي نعملو، وغادي نعمل معها واحد نص خياره محكوكه، وغادي ناخذ شويه ديال المعدنوس. وهانتم معايا كتشوفوا البنات بان احنا دابا حطينا دانون اللي هو بالفرماج بلون، راه كيجي رائع يا البنات. كتعملوا فيها شويه ديال المعدنوس او شويه ديال الخزبر اللي عندكم، يعني انا عندي معدنوس، هنا المعدنوس كيجي بصراحه البنه ديالو كتجي هائله. وكنخلطوا يا البنات، وكنحطوا دابا شويه ديال الملحه، وكنعملوا معها شويه ديال الفلفل الاسود اللي هو البزار، وغنخلطوها مزيان صافي، ونحطوها نغطيوها نديروها فشي بواطه نحطوها في الثلاجه ونخليوها. هذه هي البنات اللي كنحطوها، هاد لاصوص هذه اللي كنعملوها على البطاطا اللي انا حنا عملنا اللي هي محطوطه في الفران، البطاطا المحشوه اللي هي في الفران. عرفتي كتجي هائله يا البنات ورائعه، وما نقولش لكم على هاد لاصوص هذه. حبوباتي وصلنا لنهايه الفيديو، كيف ما كتشوفوا ها السيجار ديالنا وجد، وهاد البطاطس ديالنا حتى هي وجدات من بعد ما طلعت من الفرن، وها لاصوص اللي كنصاحبوها معها. عرفتي راه ما كنقولش لكم على المذاق وعلى هذا. بالنسبه للسيجار هانتو كيف ما كتشوفوا، نحن معكم واحد الحيطه باقي سخون، شوف القرمشه ما شاء الله، الحشوه رائعه 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 البنات رائعه. نتمنى بان يكون عجبكم، حتى المنظر ديالهم يا البنات المنظر ديالهم غزال رائعه. هنتقرب لكم تشوفوا، شوفوا الشكل ديالهم رائع يا البنات. نتمنى بانكم تجربوهم غادي يعجبوكم، انا متاكده بانه غادي يعجبوكم البنات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر او فلوق اخر، ما تنساوش البنات التشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم يا البنات. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر او فلوق اخر مع منسي مروه، وشكرا لكم بزاف. ها انتم البنات بالنسبه للبطاطا نقربها لكم هنا على جنب، عرفتي راه كتجي ناعمه والحشوه ديالها كتجي لذيذه رائعه. وكيف ما شفتوا ما شاء الله مقرمشه رائعه يا البنات.